الرئيس السيسي يواجه بتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات في العرض بالمتحف المصري الكبير. غدا بدء تطبيق قرار عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا. سيف الإسلام القذافي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا. أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة. وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير بخروج كافة تجهيزات المتحف على أكمل وجه وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات العصرية في العرض المتحفي بما يساعد في إبراز عظمة وتفرد الحضارة القديمة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للأثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والأثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجه سيادته بخروج كافة تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، وذلك من النواحي الهندسية والأثرية، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين المتحف وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات العصرية في العرض المتحفي، بالإضافة إلى رفع كفاءة المباني والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير من كافة الاتجاهات، بما يساعد على إبراز عظمة وتفرد الحضارة المصرية القديمة واستغلال الموقع المميز للمتحف ذي الإطلالة على منطقة الأهرامات وقطع الأثرية المميزة، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، ويساهم في جعله واجهة للحضارة المصرية وعلى النحو الذي يعكس المكانة اللائقة بمصر على مستوى العالم. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير السياحة والآثار استعرض كذلك آخر الاستعدادات لتنظيم الفعالية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر والتي ستشهد الكشف عن طريق الكباش، حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على أن تخرج هذه الاحتفالية في أبهى صورة بما يعكس التنوع الذي تتسم به محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل. كما عرض الدكتور خالد العناني موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية، فضلاً عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد لتعزيز وتطوير النشاط السياحي والترويج للمقاصد السياحية المختلفة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية أبو قير محطة مصر، وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع ضرورة البدء في تنفيذ المشروع، مضيفا أن هدف الاجتماع هو بحث الإجراءات اللازمة لسرعة البدء في المشروع وتوفير البديل اللازم لتعويض حجم النقل الذي يتم من خلال القطار الحالي، لافتا إلى الحاجة لسرعة الانتهاء من المشروع مع حجم التنمية الكبير في محافظة الإسكندرية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تعمل على قدم وساق لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وفد من أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والذين أشادوا بما يتحقق على أرض مصر من طفرات غير مسبوقة في البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي. تبدأ الحكومة من غد الاثنين تطبيق القرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها في 17 أكتوبر الماضي، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
بعدم السماح بدخول أي موظف في كافة قطاعات الدولة لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مكان عمله أو سيكون عليه إجراء تحليل كل أسبوع. من المقرر أن يبدأ من الأول من ديسمبر تطبيق قرار منع أي مواطن من دخول أي منشأة حكومية لإنهاء أي خدمة إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس. من الناحية الطبية، إلى أي مدى سيسهم قرار دكتور خالد عبد الغفار ببدء العمل بمراكز تلقي اللقاح المتنقلة في مترو الأنفاق في التوسع في تطعيم المواطنين؟ أعتقد أنه في الفترة اللي جاية في إقبال طبعا هيكون شديد جدا على تلقي اللقاح، وبالتالي توفير مراكز كمان متنقلة وفي محطات مترو الأنفاق لإعطاء اللقاح ده هيساعد إلى حد كبير في تغطية احتياجات المواطنين بالنسبة للقاحات اللي هتمكنهم فعلا من دخول الهيئات والوزارات وأماكن الأعمال وتلقي الخدمات في لتخليص إجراءاتهم. وطبعا ده الى حد كبير بيسهل من موضوع تلقي اللقاح بحيث ان ما يبقاش فيه اي نوع من التزاحم ويقدر الجميع ان هو يحصل على اللقاح في الوقت المناسب. طيب كيف يمكن يعني الترويج لهذه الفكره وتعريف المواطنين برايك باهميه التوجه الى هذه العربات المتنقله، لانه القرارات الاداريه التي وضعتها الدوله ستمنع الموظفين وبعد مده اطول ايضا يعني الجماهير التي تريد انهاء خدمات حكوميه من الدخول الى المنشات اذا لم يتلقوا التطعيم؟ احنا بنشوف دلوقتي ان وزارة الصحة لا هي بتنزل للمواطنين في اماكنهم، يعني تواجد مراكز تلقي اللقاح في محطات المترو ده بيخلي مش محتاج دعاية بقى، لانه هنا معظم الناس اللي بتركب المترو بتنزل في المحطات هتلاقي انه المراكز موجودة ومتاحة. ولازم نكون عارفين انه تلقي اللقاح الحقيقه بيساهم الى حد كبير في اولا منع انتشار الفيروس وتقليل معدلات الاصابه، الى جانب كمان انه بيقلل من تحورات الفيروس، لانه كل ما بنحجم اعداد المصابين كل ما مش هيبقى فيه انقسامات للفيروس وبالتالي مش هتظهر سلالات جديده او طفرات في الفيروس. شكرا جزيلا دكتور اشرف عقبه، رئيس قسم الباطنه والمناعه بكليه الطب جامعه عين شمس. خلال فعاليات المؤتمر التعريفي الأول لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن القطاع الصحي المصري يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية للقطاع الصحي من اهتمام، إيمانا بأن قاطرة التنمية لابد لها من مواطنين أصحاء. في إطار الوصول بالنظام الصحي المصري إلى مستوى الرقي من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يعد تجربة رائدة يحتذى بها بين دول العالم، جاء المؤتمر التعريفي الأول لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للمنتفعين لاختيار المراكز العلاجية التي تتوافق مع متطلباتهم. احنا بنشجع القطاع الخاص انه يقوم بمسؤوليته وانه يشارك في تقديم هذه الخدمات علشان نثري روح التنافس، وده اللي هيخلي المواطن متاح لي اوبشنز او اختيارات متعددة لمقدم الخدمة، وده اكتر حاجة ممكن تحسن تقديم الخدمة للمواطن في الرعاية الصحية. المعايير الخاصة بالهيئة تم اعتمادها من الجمعية الدولية للرعاية الصحية الاسكوا، وده طبعا كان القانون بيلزمنا بكده ان احنا المعايير بتاعتنا يتم اعتمادها دوليا، وبالتالي النهاردة احنا جايين النهاردة بنعرف مقدمي الخدمة من القطاع الخاص كيفية تطبيق هذه المعايير، زائد ان احنا توجد ادارة داخل الهيئة اللي هي ادارة الدعم الفني للمنشآت الصحية، والادارة دي منوط بيها مساعدة المنشآت الصحية على معرفة كيفية تطبيق هذه المعايير. كما هدف المؤتمر الى كيفية تطبيق معايير الجودة والاعتماد بتلك المراكز العلاجية الخاصة لتكون مهيئة لتقديم خدمة علاجية مجودة للمواطنين. نبدأ نعرض على الناس طبعا المعايير المصرية اللي هي معايير الهوسبيتالز او معايير المستشفيات 2021، وهذه المعايير للأسف الشديد انها لازالت مجهولة بالنسبة لقطاع كبير جدا من مقدمي الخدمة في مصر، وعلى رأس هذه القائمة بيكون القطاع الخاص. يمكن احنا الجهات الحكومية احنا شغالين طول الوقت معاها
لكن آن الأوان أن القطاع الخاص يبقى انكلودد في الموضوع ويبدأ يعرف هذه المعايير، وبالتالي بيتم بداية التسجيل ثم الاعتماد، وتصبح المنشأة التي تم اعتمادها هي المنشأة القادرة على الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بحيث ان احنا نطمن ان كل الشعب هيحصل على خدمة جيدة وبجودة عالية من مكان معتمد به ويطبق كل معايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى. ادخال مستشفيات القطاع الخاص الى منظومة التأمين الصحي الشامل هدفه تحقيق المنافسة العادلة بين المراكز العلاجية كافة لتوفير خدمة علاجية مجودة للمواطنين تصل لمستوى الرقي. محمد حلمي، النيل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي شددت على أنه سيتم إجراء امتحانات الفصلين الدراسيين لطلاب صفوف النقل في العام الدراسي الحالي وفق أدوات التقييم المتبعة سنويا، بحيث تكون بأسئلة منفصلة لكل مادة موضحة أن نظام الامتحانات المجمعة تم تطبيقه نظرا لظروف العام الماضي الاستثنائية. يتوجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى دولة المجر في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وفي ظل ما تشهده العلاقات المصرية المجرية من زخم إيجابي. من المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني المصري في هذه الزيارة مع المسؤولين المجريين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وستشهد اللقاءات مباحثات لبحث تعزيز التعاون في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني، كما ستشهد استعرادا لمجمل القضايا الدولية والإقليمية. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم على 25 مادة من مواد مشروع قانون المالية الموحد، وأوضح رئيس المجلس أنه سيتم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسة العامة غدا. يهدف قانون المالية الموحد لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي بمراعاة نظم الميكنة الحديثة. على هامش مشاركته في الدورة 12 لمنتدى صير بنياس بالإمارات، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وأبرز القضايا على الساحة العربية ومواصلة العمل لتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم الآن. بحث أيضا وزير الخارجية سامح شكري مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين سبل تعزيز التشاور والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثي. ناقش الوزراء مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين الدول الشقيقة. التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيريه القبرصي نيكوس خريستو دوليدس واليوناني نيكوس دانديس على هامش المشاركة في منتدى صير بنياس بالإمارات. تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجالات مختلفة والتنسيق بشأن القضايا المشتركة. يأتي اللقاء في إطار مشاركة سامح شكري في هذا المحفل الهام والحرص على مواصلة الرؤى والتشاور مع كبار القادة. أثنى وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته لمعرض إكسبو 2020 بدبي على الجناح المصري المتميز وما يوفره من إطلالة على تاريخ مصر وحضارتها العريقة، وعلى رؤية الدولة المصرية وتحركها نحو المستقبل، فضلا عما يتيحه من عرض لفرص الاستثمار ومقاصد الجذب السياحي بمصر. يقوم شكري بزيارة للإمارات حيث يشارك في فعاليات الدورة 12 لمنتدى صير بنياس السنوي الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي. تواصل أجهزة الداخلية بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي جهودها الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع،
حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصنع 14 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة وضبط عدد 608 عنصراً آخرين بنطاق 24 مديرية أمن. وسابق اتهمهم في العديد من القضايا، أبرزها قتل، سلاح، مخدرات، سرقة وخطف. وضبط معهم 353 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 70 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1527 قطعة سلاح ناري، أبرزها RPG، 3 جرينوف، 225 بندقية، و139 بندقية آلية، و82 مسدسا، و1077 فرد محل الصنعة، وكمية من الطلقات مختلفة العيرة، و230 خزينة، إضافة ل 1870 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 572,106 حكما قضائيا بإجمالي 38,691 متهما، من بينهم 2,388 حكم جناية و198,498 حكم حبس و293,623 حكم غرامة و77,597 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلا عصابيا ضمت 34 متهما قاموا بارتكاب 67 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 80 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، وضبط مرتكبوها بإجمالي 119 متهما، كما تم إعادة 22 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1939 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 2181 متهما وبحوزتهم قرابة 612 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وما يقرب من 291.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 89 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 36 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 18,547 قرص مؤثر و22,455 قرص ترامادول و7,111 قرص كيبتاجون، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 46 مليون جنيه. كما تم ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان وضبط قضيتين غسل أموال، وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 32 مليون جنيه. نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وبعض مؤسسات المجتمع المدني حفل زفاف جماعي لمئة وعشرة من الشباب والفتيات على الملعب المكشوف بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً.
أقيمت فعاليات حفل الزفاف الجماعي بحضور عدد من المدعوين من مختلف المحافظات. تضمن الحفل تقديم الموسيقى العسكرية لعدد من العروض التي تحمل طابعا غنائيا وفنيا. قدم سيف الإسلام القذافي اليوم ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة نهاية الشهر القادم، كما استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به في مدينة سبها جنوب البلاد. لا يعرف المصير القانوني لترشح سيف الإسلام القذافي، خصوصا بعدما أدنته محكمة ليبية بالإعدام غيابيا عام 2015 لتورطه في جرائم حرب عام 2011، كما أن هناك مذكرة توقيف صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. عقد مجلس السيادة السوداني أول اجتماع له برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وأعلن مجلس السيادة السوداني أن اجتماع المجلس عقد بكامل عضويته، وكان البرهان قد أصدر الخميس الماضي مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة السوداني برئاسته. تمكنت وحدات الأمن الوطني التونسي اليوم من ضبط عدد من الأشخاص وسط المتظاهرين وبحوزتهم أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال في نطاق الإجراءات الأمنية بمحيط العاصمة. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية. وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على استقالة الحكومة على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة. كانت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح تقدمت باستقالتها الأسبوع الماضي إثر خلافات على المعارضة في البرلمان. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية تدمير 19 آلية عسكرية والقضاء على 80 عنصرا إرهابيا من ميليشيا الحوثي. أوضح التحالف أن خسائر ميليشيا الحوثي في العتاد والأفراد جاءت من خلال تنفيذ 12 استهدافا لعناصر الميليشيا في صرواح والبيضاء والجوف خلال الساعات 24 الماضية. أعلن مستشار النمسا ألكسندر شالنبرغ فرض عزلا اعتبارا من غد الاثنين على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد كورونا أو لم يتعافوا منه من أجل الحد من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات. وفرض الإغلاق أو فرض في كل أنحاء البلاد التي ستشهد عمليات تفتيش عشوائية في الأيام العشرة المقبلة. وقال وزير الصحة إن السلطات ستعيد النظر في الإجراءات بعد ذلك. وحتى الآن توفي حوالي 11700 شخص بكورونا في النمسا. اعتقلت السلطات الهولندية 15 شخصا بعد اندلاع احتجاجات في البلاد بسبب فرض حظر جديد لمنع تفشي كورونا. وتزامنا دعت المستشارة أنجيلا ميركل جميع المواطنين الألمان الذين لم يتلقوا تطعيم للحصول على اللقاح في أسرع وقت. واصلت دول العالم تسجيل ارتفاع في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كوفيد-19، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة حول العالم حاجز 252 مليون حالة، وتجاوز إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حاجز 5 ملايين وفاة. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المتضررة من الفيروس بأكثر من 46 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بنحو 22 مليون. وتواجه ألمانيا انتشارا جديدا لكوفيد-19 مع مزيد من الإصابات اليومية التي تجاوز عددها عتبة 50 ألفا ومزيد من المرضى في المستشفيات. ودعت المستشارة أنجيلا ميركل جميع المواطنين الألمان الذين لم يتلقوا التطعيم إلى الحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن.
دعونا نتذكر أنه منذ عام مضى كنا في وضع خطير مماثل، ولكن في ذلك الوقت لم يكن لدينا وسيلة فعالة ضد الفيروس. الآن اللقاح موجود، وكل ما علينا فعله هو الحصول عليه. احصلوا عليه سريعا، انضموا إلينا، وحاولوا إقناع الأقارب والأصدقاء أيضا. إذا وقفنا سويا، إذا فكرنا في حماية أنفسنا ومراعاة الآخرين، يمكننا إنقاذ بلدنا بقدر كبير خلال هذا الشتاء. تزامنا أعلنت وزارة الصحة الأسترالية أنها ستبدأ في إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأطفال تحت 12 عاما في شهر يناير القادم. وأوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الشهر باستخدام لقاح فايزر على نطاق واسع في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما بعد أن تم ترخيصها من قبل إدارة الغذاء والأدوية. في سياق متصل، اعتقلت السلطات الهولندية 15 شخصا بعد اندلاع احتجاجات في البلاد بسبب فرض حظر جديد لمنع تفشي جائحة كورونا. وتجمع مئات الأشخاص في مدينة ليوفاردن الهولندية، حيث قاموا بإشعال الألعاب النارية وحمل مشاعل ليتصاعد منها الدخان. ورفض بعضهم المغادرة بعد أن طالبتهم الشرطة بالعودة إلى ديارهم، ما أدى إلى تحرك شرطة مكافحة الشغب لاحقا لطرد المتظاهرين من الساحة المركزية بالمدينة. أدلى الناخبون في بلغاريا بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد في 3 انتخابات تشريعية، فيما تتوقع استطلاعات الرأي أن تكون نتيجة هذه الانتخابات أيضا غير حاسمة بسبب مخاوف المواطنين من انتشار فيروس كورونا واللامبالاة السياسية بعد جولتي انتخابات غير حاسمتين، تزامنا مع إجراء انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس المنتهي ولايته رومان راديف، إضافة ل 22 مرشحا آخر. انتخابات تشريعية هي الثالثة هذا العام في بلغاريا التي تعاني بشدة من عواقب وباء كوفيد-19 في ظل تسجيل أدنى نسبة تلقيح في الاتحاد الأوروبي. الانتخابات تأتي بعد فشل عمليتي اقتراع سابقتين تم تنظيمهما في أبريل ويوليو الماضيين لعدم تمكن الأحزاب من تشكيل ائتلاف حكومي. وفي ظل توقعات بقيام برلمان مشرذم من جديد مع خوض ما لا يقل عن 27 حزبا للانتخابات، تضع استطلاعات الرأي الوجوه الجديدة التي تتباين مع المشهد السياسي في الصدارة. وفي طليعتها كيريل بيتكوف وزميله من أيام الدراسة في جامعة هارفارد أسين فاسيليف، وتشير التقديرات إلى اشتداد المنافسة بين حركتهما والحزب الاشتراكي بحصولهما على حوالي 16% من الأصوات. وبالتزامن مع الانتخابات التشريعية تجرى انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس المنتهي ولايته رومان راديف، بالإضافة إلى 22 مرشحا آخر، إلا أن راديف يعتبر أوفرهم حظا. وتشهد بلغاريا أوضاعا متدهورة، فيما تبدو الحكومة الانتقالية عاجزة أمام مواجهة تردي الأوضاع الصحية المؤثرة على النمو الاقتصادي بعد أن استنفذت المستشفيات قدرتها ويلقى حوالي 200 شخص حتفهم يوميا جراء الوباء في دولة البلقان التي تسجل أحد أعلى معدلات الوفيات في العالم، فيما لا تتعدى نسبة الملقحين بالكامل 25% من أصل 6 ملايين نسمة. في نشرتنا بعد أخبار الاقتصاد، تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا ومينسك تعتبر أن العقوبات الأوروبية ضدها تعطي نتائج عكسية. إلى زميلي محمد سليمان وهذه الوقفة مع أخبار الاقتصاد، إليك محمد. شكرا لك دينا، مرحبا بكم. أخبار اقتصادية في بانوراما الثامنة وتتابعون فيها. مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد زيادة الاستثمارات في الطرق والكباري خلال 3 سنوات بأكثر من 90%. أهلا بكم. كشف مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مشروعات البنية الأساسية التي تمت في العديد من القطاعات، وأشار المركز إلى أنه على مستوى قطاع الطرق والكباري زادت مصر من استثماراتها خلال 3 سنوات السابقة بأكثر من 90%،
وفي قطاع الإسكان بلغ حجم الاستثمارات نحو 79 مليار جنيه في عام 2019-2020، وتم من خلالها تنفيذ أكثر من 194 ألف وحدة. وأوضح المركز في رسم توضيحي أن دعم البنية التحتية للتصنيع تم فيه إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة خلال 6 سنوات الماضية، أسهمت في توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب، بالإضافة إلى إقامة مجتمعات مستدامة. وجه وزير التموين علي المصلحي رئيسي شركتي الجملة العامة المصرية بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بالمحافظات الساحلية والمحافظات التي ستتعرض لأمطار كثيفة. وشدد الوزير على أهمية أن يتعدى المخزون الاستراتيجي من تلك السلع 3 أشهر وتوفير كل السلع الغذائية بالمجمعات بتلك المحافظات. وذكرت وزارة التموين أن المصلحي تابع مع مديرية تموين أسوان الموقف من السلع الغذائية وعمل المخابز بالمحافظة، وأكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم منذ عدة أيام والأيام الماضية لم يتوقف فيها عمل المخابز نهائيا. أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنحو 18% بما يعادل نحو 472 مليون دولار، لتسجل ما يعادل نحو 3.4% مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن صادرات شهر مارس الماضي تعد أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير وحتى سبتمبر لهذا العام بقيمة بلغت نحو 386 مليون دولار. أصدرت وزيرة التجارة والصناعة ريفين جامع قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرارين الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البلت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم. وأوضحت الوزيرة أن هذين القرارين جاء نتيجة لارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية. شهد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق توقيع اتفاقية التعاون بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة برايت سكايز المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية. يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بالتحول إلى استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة خاصة الكهرباء وتوطين هذه الصناعة الهامة في مصر. وأضاف وزير قطاع الأعمال أنه من خلال الاتفاقية سيتم تطوير النموذج الأول خلال عام لتصنيع ميكروباص 15 راكبا للعمل بالسوق المحلي يحتوي على مكون محلي بنسبة تفوق 80%. التقت وزير التعاون الدولي رانيا المشاط بالمنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، وذلك لبحث المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الجهات المعنية في مصر. يأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة عام 2018-2022، والتي يمكن أن تتضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري والإعداد للإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة 2023-2027 والتي يتم العمل عليها حاليا. قال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إن وزارته تبذل مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه. جاء ذلك خلال رئاسة وزير الري للاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل لمتابعة موقف السيول والأمطار الغزيرة وموقف إيراد نهر النيل. صرح وزير الزراعة السيد القصير أنه تنفيذا للتكليفات الرئاسية قامت الوزارة بإنشاء مجلس أعلى للأوبئة البيطرية، وذلك خلال ترأسه لأول اجتماع للمجلس الجديد. ويعد إنشاء مركز الأوبئة خطوة هامة في إطار استراتيجية واهتمام الدولة بمكافحة الأمراض الحيوانية والتحكم والسيطرة والقضاء عليها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشارها والحد من آثارها السلبية.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات أولى جلسات الأسبوع مدفوعة بعمليات الشراء المكثفة من قبل المستثمرين المصريين والعرب وسط تفاؤل بالمحفزات التي أعلنها مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، والتي شملت توجيه بتخفيض رسوم التداول وإلغاء عمل ملفات ضريبية للمستثمرين وبعض الإجراءات الأخرى لدعم نشاط البورصة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة البورصة بنحو 1.2 مليار جنيه ليصل إلى 734.7 مليار جنيه بعد تداولات كلية اقتربت من 7 مليارات جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 78%، كما زاد مؤشر إي جي إكس 70 بنسبة 65%. انتهت أخبار الاقتصادية وعودة إلى الزميلة دينا إبراهيم لاستكمال بانوراما، تفضلي دينا. شكرا لك محمد. اعتبرت بيلاروسيا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدها على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا ميؤوس منها وأعطت نتائج عكسية، يخيم ألاف المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، ما أثار مواجهة بين التكتل والولايات المتحدة من جهة وبيلاروسيا وحليفتها روسيا من جهة أخرى. وسط تصاعد أزمة اللاجئين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، حثت بريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل لحل الأزمة، لكن بوتين نفى الاتهامات الأوروبية بأن روسيا ترتب مع بيلاروسيا لإرسال آلاف المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي، ملقيا باللوم على السياسات الغربية في الشرق الأوسط. واحتجز عشرات المهاجرين بعد عبورهم إلى بولندا قادمين من بيلاروسيا حسب ما أعلنت وارسو، محذرة من اختراق أكبر محتمل قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي الهدف إلى توسيع العقوبات على منسك. ويخيم ألاف المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، ما أثار مواجهة بين الكتلة والولايات المتحدة من جهة وبيلاروسيا وحليفتها روسيا من جهة أخرى. وتتهم دول غربية نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بالتدبير المتعمد للأزمة من خلال تشجيع المهاجرين على القدوم إلى بيلاروسيا ثم إرسالهم إلى الحدود، وتنفي بيلاروسيا الاتهامات وتلقي باللوم على السياسات الغربية المتعلقة بالهجرة. وتقول وكالة إغاثة إن 10 مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن، مضيفة أن أزمة إنسانية تحدث مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وحضت على وقف التصعيد لمساعدة المهاجرين. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الكارثة المناخية لا تزال ماثلة رغم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر كوب 26 في مدينة غلاسغو. وكان المؤتمر قد تبنى ميثاق غلاسغو الهادف إلى تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري، ولكن من دون أن يؤكد إبقاءه ضمن السقف 1.5 درجة مئوية ولا تلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة. رغم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر كوب 26 للمناخ في مدينة غلاسغو، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الكارثة المناخية لا تزال ماثلة. وعدد غوتيريش الأهداف التي لم تتحقق ومن بينها المساعدة المالية لأفقر البلدان وإنهاء دعم الوقود الإحفوري والتخلص من الفحم وتحديد سعر الكربون. من جانبه وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة كوب 26 للمناخ بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام. بالطبع لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن نقول أننا تعاملنا وواجهنا تغير المناخ، ولكن الخبر السار هو أن العالم حقق بعض الانتصارات المهمة. أبقينا الأمل في تقييد زيادة درجات الحرارة إلى 1.5، وحققنا تقدما هائلا فيما يتعلق بالفحم والسيارات والأشجار. بات لدينا للمرة الأولى على الإطلاق أكثر من 190 دولة توافق على دق ناقوس الخطر حول طاقة الفحم. في المقابل اعتبر كبير المفاوضين البريطانيين في محادثات المناخ أليكس شارما الاتفاق التوافقي الذي توصلت إليه نحو 200 دولة انتصارا هشا. هذا انتصار هش، حافظنا على 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة. كان هذا هدفنا الشامل عندما أطلقنا في هذه المرحلة قبل عامين وتوليت دور الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف.
لكنني أود أن أقول أن هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة هدف ضعيف، وهذا هو السبب بينما توصلنا إلى ما أعتقد أنه اتفاق تاريخي. لكن يبقى الحكم الحقيقي بعد أن تنفذ الدول الموقعة التزاماتها. واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن الاتفاق الذي توصلت إليه قمة COP26 في غلاسغو يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها شددت على أن العمل لم ينتهي بعد. غابت الملكة إليزابيث الثانية عن الاحتفال الرسمي بيوم ذكرى ضحايا الحروب. أعلن قصر باكنغهام أن تعرض الملكة لإصابة في الظهر حال دون حضورها هذا الاحتفال. لأسباب صحية غابت الملكة إليزابيث الثانية عن الاحتفال بيوم الذكرى الذي تحييه المملكة المتحدة في هذا الوقت من كل عام لتكريم مساهمات رجال ونساء الخدمات المدنية والعسكرية من البريطانيين ومن أعضاء الكومنولث في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وكان من المتوقع أن تشارك الملكة إليزابيث في هذا الاحتفال الذي أقيم في نصب سينوتاف التذكاري في وسط لندن، ليكون أول ظهور علني للملكة البالغة من العمر 95 عاما بعد إلغاء العديد من الأحداث في الأسابيع الأخيرة بناء على توصيات الأطباء. وجاء في بيان لقصر باكنغهام أن الملكة لن تتمكن من حضور قداس يوم الذكرى بعد تعرضها لإصابة في الظهر، مشيرا إلى أن الملكة كانت تنوي المشاركة في هذا الحفل تكريما لضحايا الحروب. وبعد أن أطلقت أبواق البحرية الملكية، تقدم الأمير تشارلز ولي العهد البالغ من العمر 73 عاما ليضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري نيابة عن والدته الملكة إليزابيث الثانية، كما يفعل منذ عام 2017 حين بدأت ملكة بريطانيا بإسناد بعض مهامها إلى أفراد آخرين من العائلة المالكة. وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها الاحتفال كسابق عهده منذ جائحة كورونا، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء العائلة الملكية والسياسيين البريطانيين على رأسهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، فضلا عن المئات من العسكريين والمحاربين القدامى. تذكير بأهم الأنباء في ختام النشرة. الرئيس السيسي يوجه بتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات العصرية في العرض بالمتحف المصري الكبير. غدا تطبيق قرار منع دخول أي موظف لم يتلقى لقاح المضاد لفيروس كورونا. سيف الإسلام القذافي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا. إلى اللقاء.